حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أظهر مسح بلاتس الذي أجرته شركة S&B Insights العالمية عدم التزام العراق بخفض الإنتاج النفطي المتعلق بأوبيك بلاس، وكشف المسح أن العراق أنتج 4,270,000 برميل يوميا في شهر شباط الماضي مقابل حصته البالغة 4,000,000 برميل يوميا، لافتا إلى أن دول أوبيك بلس التزمت بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج، بينما واصل كل من العراق وكازاخستان ضخ كميات أعلى بكثير من حصتيهما. تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي حاجز مليار دولار أمريكي، 90% منها ذهبت على شكل حوالات إلى خارج البلاد. وبحسب البنك فقد ذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج من أجل تمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار واحد، وبلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار. تصدر العراق قائمة الأسواق العشرة الأولى المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية للعام الماضي 2023، بحسب المتحدث باسم لجنة التنمية التجارية بدار التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية. قال المتحدث الإيراني روح الله الطيفي إن صادرات المنتجات الغذائية والزراعية سجلت أكثر من 5.5 مليار دولار للعام الماضي، بنمو بلغ 6.5% عن العام الذي سبقه، مبينا أن العراق تصدر قائمة الأسواق العشرة الأولى المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية. وفي خبرنا الأخير، قال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس قال إن أسعار البنزين المحسن مدعومة ولا تساوي 30% من الأسعار العالمية أو 50% من كلفة إنتاجه على حد تعبيره. وأضاف يونس أنه لا يوجد تخفيض بأسعار البنزين، موضحا أن سعر البنزين المحسن يبلغ 650 دينارا للتر الواحد، وهو مدعوم ولا يساوي 50% من كلفة إنتاجه التي هي أعلى بكثير من قيمته التي يباع بها. وتبيع وزارة النفط 5,000,000 لتر من البنزين المحسن يوميا بحسب الوزارة. هذا يعني أن الوزارة تخسر أكثر من 3 مليارات دينار يوميا ببيع البنزين المحسن بحسب مختصين. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.